بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حقوق الولاة والرعية لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته واستعمرهم في هذه الأرض، يعني جعلهم عمارا لها يعمرونها، كما قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فالاجتماع البشري ضروري للخليقة، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش وحده، بل لا بد من اجتماعه مع غيره للتآنس والتعاون وتبادل المصالح ودفع المضار. فالإنسان لا يستطيع أن يستقل بنفسه في هذه الحياة بأن يعيش منفردا، ولهذا في المثل: الإنسان مدني بالطبع، طبيعته تقتضي تعايشه مع غيره، ولما كان لا بد من هذا الاجتماع البشري فإنه من المعلوم أن طبائع الناس تختلف، فمنهم من طبيعته الهدوء واللين والألفة، ومنهم من طبيعته الخشونة والظلم والتجبر والاعتداء على الآخرين، كما وصف الله الجنس الإنساني بقوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وصفه الله بالظلم والجهل، هذا من حيث العموم، فالذي خلقه هو أعلم بسجاياه وأعلم بطبيعته، ولهذا وصفه بهذين الوصفين: إنه كان ظلوما جهولا. والشاعر يقول: والظلم من شيم النفوس فإن لم ت... والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. فالنفوس من طبيعتها الظلم والعدوان، ولا يخرج عن هذا الوصف إلا من اعتراه مانع يمنعه من الظلم. فإن تجد ذا عفة، يعني عن الظلم، فلعلة لا يظلم، علة منعته من الظلم. إما أن تكون هذه العلة الدين الذي حماه من الظلم والخوف من الله سبحانه وتعالى، وإما أن تكون هذه العلة وجود السلطة التي تمنعه
من الظلم، وإما أن تكون هذه العلة أنه ضعيف لا يستطيع أن يظلم. فإذا كان طبيعة الإنسان الظلم والتعدي، ولا بد لبني آدم أن يجتمعوا للتعايش وعمارة هذه الأرض، فإن بعضهم أو كثيرا منهم قد يكون فيه صفة الظلم والجهل والتعدي على الآخرين، فكان لا بد من وجود قيادة تقودهم وتنصف المظلوم من الظالم وتعيد الحقوق إلى مستحقيها وتنظم مصالحهم. وهذه القيادة هم ولاة الأمور الذين يتولون أمور الناس، فوجودهم ضروري، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين أن يؤمروا عليهم من يتولى شؤونهم في السفر. فأمر الثلاثة أن يؤمروا واحدا منهم لأجل إنهاء ما يحصل من النزاع والاختلاف بينهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب الأمير في الاجتماع اليسير، اجتماع المسافرين، وأيضا اجتماع مؤقت، فكيف بالاجتماع الكثير والاجتماع الدائم؟ هو أضر وأحوج إلى وجود ولي أمر يسوسه ويقيم فيه العدل ويمنع عنه الظلم ويدفع عنه المضار ويحقق له المصالح. هذه سنة الله سبحانه وتعالى من أول الخليقة إلى آخرها، لا يستقيم أمر الناس إلا بولاية، لا يستقيم أمر الناس إلا باجتماع، ولا اجتماع إلا بولاية يرجعون إليها في شؤونهم وتنظم لهم أمورهم. ولا ولاية إلا بسمع وطاعة وانقياد، لا اجتماع إلا بولاية، ولا ولاية إلا بسمع وطاعة وانقياد. فصار إذن وجود الولاة في الرعاية أو في الرعية أمرا ضروريا لا يستقيم الأمر بدونه. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، لا بد من وجود قادة وأمراء ولاة يرعون شؤون الناس وينظمون مصالحهم. ولذلك الله جل وعلا في محكم تنزيله نص على هذا، فقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل،
إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء الآية الأولى إن الله يأمركم هذه في حق الولاة، والآية الثانية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذه في حق الرعية، وذلك لأن على كلا الطرفين واجبات، فالولاة عليهم واجبات نحو الرعية، والرعية عليها واجبات نحو الولاة، كل له واجبات على الآخر، ولا يستقيم الأمر إلا بأداء هذه الواجبات. فأما الولاة فقد قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمرهم بأمرين، الأمر الأول أداء الأمانات، والأمانات تعني إسناد الوظائف إلى من يقوم بها، لأن الوالي لا يستطيع أن يستقل، لا يستطيع أن يستقل بالقيام بالأمر وحده، لا بد له من أعوان، لا بد له من وزراء، لا بد له من أمراء، نواب ينوبون عنه، لا بد له من موظفين. وهذه الأعمال هذه أمانات، أمانات ائتمنه الله عليها، فيجب عليه أن يختار لهذه الأمانات من يؤديها حق الأداء ويقوم بها، فيولي في هذه الأعمال يولي هذه الأعمال من تتوفر فيه الأهلية والكفاءة والأمانة، حتى تتحقق المصالح وتندفع المفاسد. فهذه الأعمال الوظيفية أمانات، يجب على الراعي أن يضعها في من يقوم بها ويؤديها على الوجه المطلوب. حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة، فيولي الأمثل فالأمثل، إذا لم يجد من تتوفر فيه الصفات كلها فيولي من يجد ممن فيه ولو بعض الكفاءة، فيولي الأمثل فالأمثل في كل وقت بحسبه، ويلتمس الأصلح للقيام بهذه الأعمال، ولا يحابي فيها أحدا، ولا يكون غرضه نفع المولى، وإنما يكون غرضه نفع الرعية. هذا هو الأساس في الولايات. وكذلك من الأمانات التي تحملها الوالي سياسة المال، لأن يحفظ أموال الرعية ويحافظ عليها ويضعها في مواضعها ويصرفها في مصارفها، هذا مما أوجبه الله عنه، وهو من الأمانة التي حمله الله إياها.
هذا واجب الراعي. وكذلك يجب على الراعي أمر آخر وهو قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أن يحكم بين الناس بما أنزل الله، أن يحكم بالشريعة التي أنزلها الله للحكم بين الناس. هذا من واجب، بل هذا أعظم واجب على الوالي، أن يسوس الناس ويرعاهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن العدل لا يتحقق إلا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لكل من يقوم بالأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل الدستور الذي يحكم به بين الناس هو ما أنزل الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يحقق العدل ويدفع الظلم ويكف الشر إلا الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا يرضى الناس إلا بالحكم الشرعي. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لأنه لا بد أن يكون هناك منازعات وهناك خصومات وهناك اختلافات بين الرعية، فيجب على الراعي أن يحكم في هذه النزاعات وهذه الخلافات بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل لا يتحقق إلا بما أنزل الله سبحانه وتعالى. أما النظم البشرية والقوانين البشرية فإنها لا تسلم من النقص ومن الهوى ومن الحيف، لأنها عمل بشري، مهما كانت فهي عمل بشري معرض للنقص وعدم الوفاء بحاجات الناس، ويدخلها الهوى أيضا، يدخلها الهوى والعاطفة. أما كتاب الله جل وعلا فإنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فلا يحقق العدل ويقيم القسط إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى ضمنه العدل والقسط والحق، لا جور فيه ولا ظلم، ولا، لأنه تنزيل من حكيم حميد، رحيم بعباده، عليم بأحوالهم، وعليم بما يصلحهم. فكتاب الله وسنة رسول الله لا يعتريهما خلل ولا نقص أبدا. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا واجب ولي الأمر، أن يحكم الناس بالشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى للعدل بين عباده.
إن أرسلنا رسلنا بالبينات ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط يعني العدل. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا الكتاب، أي جميع الكتب الإلهية وآخرها كتاب الله القرآن، ليقوم الناس بالقسط يعني بالعدل. وكذلك من واجب الوالي ولي الأمر أن يلزم بحكم الله عز وجل، أن يلزم بحكم الله عز وجل وينفذه في الرعية، رضي من رضي وسخط من سخط، لا تأخذه هوادة في تنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، السلطة إلى جانب الكتاب، السلطة وهي الحديد والسلاح إلى جانب الكتاب، لأن من لم يمتثل هذا الكتاب فليس له إلا الحديد. والإلزام بحكم الله سبحانه وتعالى هذا من واجب الراعي، أن يلزم الخصم بحكم الله سبحانه وتعالى، رضي أو لم يرضى، ولا يترك الناس لرغباتهم وأهوائهم ونزعاتهم ونزغاتهم، وإنما ينفذ حكم الله سبحانه وتعالى فيهم، لأنه لا تتحقق مصالحهم إلا بذلك. وكذلك من واجب من واجبات ولي الأمر أن يقيم الحدود على مرتكبيها، أن يقيم الحدود على مرتكبيها، يقيم القصاص على القاتل حفظا للنفوس، ويقيم حد الزنا على الزاني حفظا للأعراض، والنسل، وقبل ذلك يقيم حد الردة على من اعتدى على الدين وحاول إفساد العقيدة، يقيم عليه حد الردة حماية للدين، يقيم حد القصاص حماية للنفوس، يقيم حد الزنا حماية للأعراض، يقيم حد القذف حماية للأعراض أيضا أن تنتهك، والقذف والرمي بالفاحشة من زنا أو لواط، لأن يقال فلان زاني فلان لوطي، لا يترك الكلام هذا بدون عقاب، يعبر يعني يتكلم ويعبر كلامه، لا ما يترك، يطالب إما بإقامة البينة على ما قال، وإلا إقامة الحد عليه صيانة للأعراض. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا حماية للأعراض الناس. كذلك يقيم حد السرقة حماية لأموال الناس التي بها قوامهم وصلاح معاشهم، فيقيم حد السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. كذلك يقيم التعزيرات وهي العقوبات على المعاصي التي ليس فيها حد منصوص في الكتاب والسنة، هي التعزير وهو التأديب لما يردع العاصي، يردعه للتعزير
وهو التأديب، إما بالضرب وإما بالعزل عن الوظيفة وإما بالهجر وإما بغير ذلك مما يردعه، أن يسمى بالتعزيز. هذه كلها واجبات الوالي على أمور المسلمين. أما ما يجب على الرعية ففي الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا نداء من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى، وأما الكفار فهؤلاء لهم حكم آخر عند الله سبحانه وتعالى. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الله جل وعلا فيما أمر بفعله وترك ما نهى عن فعله، فيطيع الله فيما أمره به فيأتي بالمأمور، ويطيعه في ترك ما نهاه عنه فيجتنب المحظور. هذه طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول مبلغ عن الله جل وعلا فتجب طاعته كما تجب طاعة الله جل وعلا. بعد طاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه في سنته، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله جل وعلا يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم، هذا محل الشاهد من الآية، أي وأطيعوا أولي الأمر منكم. أي من المؤمنين، وأطيعوا وأولي الأمر منكم أي من المؤمنين، لأن الخطاب للمؤمنين فيراد بهم ولاة أمور المسلمين. كرر الطاعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأطيعوا الرسول، ولم يكررها مع أولي الأمر، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر. لماذا؟ لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله، ليست مستقلة بل هي تابعة لطاعة الله ورسوله. أما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مستقلة، فما أمر به الرسول وجبت طاعته، ولو لم يكن في القرآن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه وجبت طاعته فيه ولو لم يذكر في القرآن، لأن ما جاء به الرسول وحي من الله سبحانه وتعالى لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أوجب الله طاعته فيما أمر به وفيما نهى عنه. أما ولاة الأمور فإنما يطاعون في طاعة الله وطاعة رسوله، فإذا خالفوا طاعة الله وطاعة رسوله فلا طاعة لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. في الحديث الآخر: إنما الطاعة بالمعروف.
وأولي الأمر منكم. فأوجب سبحانه وتعالى طاعة ولاة الأمور لما في ذلك من المصالح والمنافع ودفع المضار، واستتباب الأمن، واجتماع الكلمة، وقيام الكيان الإسلامي، وانتظام الرعية، فيه مصالح عظيمة في طاعة ولاة الأمور. وولاة الأمور قيل هم الأمراء وقيل هم العلماء، والصحيح أن المراد الاثنان، أولي الأمر منكم من العلماء ومن الأمراء، كلهم من ولاة الأمر، فيطاعون في طاعة الله ورسوله. وأولي الأمر منكم، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أمر صلى الله عليه وسلم بتقوى الله أولا، وهي فعل أوامره وترك نواهيه رجاء لثوابه وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. سميت تقوى لأنها تقي الإنسان من عذاب الله عز وجل، تقي الإنسان من عذاب الله عز وجل، فهي وقاية. أوصيكم بتقوى الله. ثم الأمر الثاني السمع والطاعة لولاة الأمور لما في ذلك من المصالح العظيمة والمنافع الكثيرة، ولما في مخالفتهم من الشر والاختلاف، اختلاف الكلمة، حتى ولو كان الوالي عبدا حبشيا لا ينظر إلى شخصه، وإنما ينظر إلى منصبه، ينظر إلى منصبه، مع أن العبرة عند الله ليست بالعبد أو الحر، العبرة عند الله بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ولا ينجي من هذا الاختلاف إلا هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم: تقوى الله والسمع والطاعة والتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. هذا الذي ينجي من هذا الاختلاف المهلك، تقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. فهذا الواجب على الرعية لولاة الأمور، يجب عليهم حقوق كثيرة، أولها السمع والطاعة، أولها
السمع والطاعة. وحتى لو كان الوالي ظالما أو فاسقا فإنه تجب طاعته فيما في طاعة الله ورسوله، ولو كان ظالما أو فاسقا في نفسه فإنه تجب طاعته ولا تجوز مخالفته ولا معصيته لما يترتب على طاعته من المصالح العظيمة ودفع المضار، ولما يترتب على مخالفته من المفاسد الكثيرة التي هي أعظم من ما هو عليه من الفسق أو الظلم. ولهذا جاءت الأحاديث بطاعة ولاة أمور المسلمين وإن جاروا وإن ظلموا ما لم يحصل منهم كفر بواح فيه سلطان من الله سبحانه وتعالى، عليه سلطان يعني حجة، حجة واضحة، فيتجب طاعتهم إلا إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم في تلك المعصية، لكن يطاعون في الأمور الأخرى التي ليس فيها معصية. ما هم معناه أنهم إذا أمروا بمعصية أنها تسقط طاعتهم نهائيا، لا، معناها أنهم لا يطاعون في هذه المعصية فقط، ويطاعون فيما ليس فيه معصية من الأوامر الأخرى. وذلك لما يترتب على السمع والطاعة من المصالح العظيمة ودفع المضار، وما يترتب على مخالفتهم ومنازعتهم من المفاسد العظيمة. من خلع يدا من طاعة لقي الله وليس له حج، هذا وعيد شديد. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فلا يجوز الشذوذ والخروج على ولاة أمور المسلمين بسبب أنهم ينتقدون في بعض الأمور التي لم تصل إلى حد الكفر، وإن كانت فسوقا وإن ظلموا وجاروا فإنه لا تسقط طاعتهم ولا يجوز الخروج عليهم. هذه أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في الأحاديث الصحيحة. لا شك أن حصول الفسق منهم أو الظلم منهم أن هذه مفاسد، الظلم مفسدة والمعصية مفسدة والفسوق معصية مفسدة، لكن نزع يد الطاعة ومعصية ولي الأمر والخروج عليه فيها مفاسد أكبر، هي سفك دماء المسلمين، وفيه تفرق الكلمة، وفيه ضياع الأمن والاستقرار، تسلط الأعداء، هذه مفاسد عظيمة أعظم من الصبر على مفسدة ظلمهم وفسقهم، ولأن ضرر فسقهم ومعصيتهم راجع إليهم مقتصر عليهم، وطاعتهم مصلحة للرعية وتجنيب للأمة من المفاسد العظيمة التي تحصل بالاختلاف مع ولاة الأمور. وكم حصل على المسلمين بسبب أناس شقوا عصا الطاعة وفارقوا الجماعة
وخالفوا أمر الله ورسوله في وجوب طاعتهم، كم حصل من المآسي على الأمة الإسلامية؟ ماذا حصل على المسلمين لما قتل خليفة المسلمين عثمان رضي الله تعالى عنه، خليفة الثالث؟ لما قتل ماذا حصل على المسلمين من الحروب الطاحنة وتفرق الكلمة وتسلط الأعداء وظهور أهل الشر؟ وكذلك ماذا حصل في الخروج على أمير المؤمنين الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتله؟ ماذا حصل من المفاسد والحروب والمآسي التي يئن منها التاريخ الإسلامي وفيها عبر وعظات للمسلمين؟ وماذا حصل من الوقائع في ما حصل بعد ذلك من المخالفات لولاة الأمور بزعم أن هؤلاء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن الذي وقعوا فيه هو أعظم المنكر؟ هم فروا من منكر إلى منكر أعظم منه، ومن القاعدة الشرعية درء أعلى المفسدة أعلى من المصلحة، من القاعدة الشرعية درء أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، بارتكاب أدناهما وجلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قواعد شرعية. وفي الأثر يقول 60 سنة من إمام جائر خير من ليلة بلا رجع. تقرأ على كل حال ما لم يكفروا بالله عز وجل، هذا الذي أوصانا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هنا ينتهي الوجه الأول من هذا الذي أوصانا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق الأول لولاة الأمور. الحق الثاني المناصحة، مناصحة ولاة الأمور، فيجب على الرعية أن يناصحوا ولي الأمر فيما يرون فيه خللا ونقصا، وذلك بإبداء النصيحة له سرا بينهم وبينه مهما أمكنهم ذلك، ولا يسكتوا على شيء فيه مضرة على ولي الأمر ومضرة على المسلمين، بل يناصحونه ويبينون له بأي وسيلة من وسائل البيان التي توصل إليه النصيحة، توصل إليه النصيحة سرية بينهم وبينه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، أن تعتصم للذي يحصل وتبلغه ما يحصل في الرعية من منكرات ومفاسد تهدد كيان المجتمع، هذا من واجب الرعية مع واليها أن تناصحه. وكذلك من النصيحة لولي الأمر القيام بالأعمال التي أسندها إليهم على الوجه المطلوب، فكل موظف مهما كانت وظيفته كبيرة أو صغيرة، كل موظف فإنه مؤتمن من قبل ولي الأمر على هذه الوظيفة وهذا العمل، فعليه أن يقوم به، هذا من النصيحة لولي الأمر. من النصيحة لولي الأمر أيضا الدعاء له بالصلاح، الدعاء له بالصلاح والاستقامة، لأن صلاح ولاح في. أما الذي لا يرى أن الدعاء لولي الأمر هذا إما جاهل وإما غاش، إما أنه جهل وغاف إجابه فصرفناها للسلطان، هذا من النصيحة، هذا من النصيحة لولي الأمر ومن النصيحة للمسلمين. إذا دعي لولي الأمر بالصلاح والاستقامة والهداية والتوفيق
فهذا صلاح للراعي وصلاح للرعية. أما الذي لا يدعو لولي الأمر هذا مقصر، قصر في حق ولي الأمر، وبزعمه أن هذا من الغيرة على الدين كيف يدعو له وعنده كذا وعنده، لا ما هو هذا من الغيرة على الدين، أنت تدعو له بالصلاح والهداية، ما أنت تمدحه ولا تزكيه، ما أنت تزكيه أو تمدحه، تدعو له بالهداية والصلاح. يا أخي الكافر، الكافر تدعو له بالهداية وهو كافر، تقول اللهم اهدي فلانا وهو كافر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض الكفار بالهداية، فكيف لا يدعى لولي الأمر ولي أمر المسلمين بالهداية والصلاح والتوفيق والاستقامة والعمل على ما ينفع الإسلام والمسلمين؟ هذا من التشهير، التشهير بأخطاء الناس العاديين لا يجوز. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كان التشهير بآحاد الناس وأفراد الناس محرما، فكيف التشهير بولي الأمر الذي الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة له؟ والدعاء له مشروع أيضا عند السلف، السلف أعرف منا بالمصالح وأعلم منا بالأمور، يقولون لو كان لنا دعوة مستجابة أو لو علمنا أن لنا دعوة مستجابة لصرفناها للسلطان. هذا من الفقه، لأن صلاح السلطان صلاح للإسلام والمسلمين، نفعه يتعدى. هذا من حقوق ولي الأمر على رعيته، الدعاء له بالصلاح. وإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه أهم حقوق الراعي على الرعي. كذلك من حقوق الراعي على الرعية، من حقوق الراعي على الرعية أيضا القيام بتحقيق المصالح ودفع المضار عن المسلمين، وذلك بإبلاغه عن كل ما يخفى عليه، بإبلاغه عن كل ما يخفى عليه من أمور الرعية إذا أمكن ذلك، من يمكنه ذلك، أما الذي لا يمكنه ذلك فهو معذور، لكن عليه أن يتصل بمن لهم اتصال بالولاة فيبلغهم عما يحصل في المجتمع وما يحصل من الخلل. وكذلك من حقوق الراعي على الرعية أن يبلغوه عن كل من يريد السوء للمسلمين، من الجواسيس ومن دعاة الضلال ومن المتربصين بالمسلمين، أن يبلغوا ولاة الأمور ليأخذ على أيديه، لأنه يكون هناك دسائس خبيثة، عناصر سيئة تعيش بين المسلمين للإفساد، وولي الأمر لا يعلم عنهم، فلا بد من إبلاغه لذلك من أجل حماية المسلمين من شر هؤلاء. هذا من حقوق الراعي على الرعية، ومن حقوق الرعية على كل مسلم يستطيع القيام بهذا الأمر. وهذا من التعاون على البر والتقوى، قد قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. النبي صلى الله عليه وسلم يحث على جمع الكلمة، يحث على جمع الكلمة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، فلا بد من العمل على تحقيق قيام جماعة المسلمين وقيام كيان المسلمين. فهذه أمور
حث عليها الشرع وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بين الراعي والرعية كلها فيها تعاون على البر والتقوى، وفيها تحقيق مصالح، وفيها درء مفاسد عظيمة. تعلمون ما تعيشه المجتمعات الآن التي اختلت كلمتها، تفرقت كلمتها، أسقطت ولاتها. تعلمون ماذا يعيشون فيه الآن من التناحر ومن الفوضى ومن الخوف ومن ضيق العيش ومن تسلط الأعداء؟ هذا فيه عبرة للمسلمين، فيه عبرة للمسلمين، وفيه تذكير لهم بأن قيام ولاة الأمور ووجودهم أنه صلاح لهم. وفي الأثر: إن الوالي ظل الله في الأرض، ظل الله في الأرض، هذا في الأثر، ورد في الأثر. وسمعتم الأثر الثاني: 60 سنة من إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على البر والتقوى والعمل بما يرضى، وأن يهدي ولاة أمورنا، وأن يوفقهم للخير، وأن يصلحهم، وأن يصلح بطانتهم. وكذلك نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمور المسلمين في أي مكان، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يهديهم صراطه المستقيم، وأن يجنبنا وجميع المسلمين من الفتن والشرور والمحن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير الشيخ خيرا على هذه الكلمة، أن يشكر سائله وإياكم بما قال. السؤال الأول، يقول السائل: هل كل حاكم تجب طاعته أم الحاكم الشرعي؟ الحاكم المراد به ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين المسلم، الحاكم المسلم. وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، والخطاب للمؤمنين. فيشترط في الوالي الذي تجب طاعته أن يكون مسلما. نعم. وهذا قول السائل: من توفي وعليه أقل صندوق التنمية العقاري؟ قضية إذا حكم بكفره، هل الرعي بإسقاطه وخلعه؟ على حسب الاستطاعة. إذا كان باستطاعة الرعية أن تنحي الوالي الكافر يجب عليها ذلك، أما إذا كان ليس باستطاعتها ذلك ويترتب على هذا مفاسد وسفك دماء ولا يستطيع إزالته، فعليهم الصبر إلى أن يأتي الله بالفرج. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. يقول السائل: من توفي وعليه أقساط لصندوق التنمية العقارية، فهل ورثته مطالبون بالبقية القرض والأقساط ولو لم يحل سدادها؟ هل يبقى في ذمة الميت؟ الدين الذي للبنك العقاري على الميت دين كسائر الديون، يجب في تركة الميت، يسدد من تركة الميت إذا كان له تركة. الله جل وعلا لما ذكر المواريث قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. الدين مقدم، ثم من بعده الوصية، ثم من بعده الإرث. وسواء كان الدين للدولة أو للأفراد هو دين في ذمته ويسدد من تركته. والغالب أن ديون البنك العقاري مرهون بها العقار الذي استدان من أجله، ففيه رهن، وما دام فيه رهن يسدد من الرهن، يباع البيت ويسدد الرهن، يسدد الرهن.
والدين المؤجل يحل إذا مات الميت يحل، إلا إذا وثق ورثته برهن أو كفيل ملي فإنه يبقى على التأجيل. أما إذا لم يوثقوا لا برهن ولا بكفيل فإنه يحل الدين يسدد عن الميت، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، والمؤمن مرتهن بدينه حتى يقضى عنه، فالدين أمره خطير جدا، لا يتساهل في الديون خصوصا الديون اللي على الأموات. نعم. يقول السائل: فعلت معصية ثم نذرت وقلت والله لا أفعلها أبدا، ثم فعلتها مرة أخرى، فهل تلزمني الكفارة؟ يلزمك أمران: الأمر الأول التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، تجب عليك التوبة من المعصية ولو لم تحلف، لأن الله أمرك بالتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح، يجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، التوبة الصادقة، ما هي التوبة اللي على اللسان فقط، التوبة الصادقة، الإقلاع عن الذنب والعزم لا يعود والندم على ما فات، هذه التوبة. هي بالتوبة لفظ يقال باللسان، التوبة لها معنى ولها حقيقة. هذا الأمر الأول التوبة، وأن لا تعود لهذا الذنب. الأمر الثاني يجب عليك كفارة اليمين، لأنك حلفت على ترك شيء ثم فعلته فخالفت اليمين، تجب عليك كفارة اليمين، قوله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذه يمين منعقدة أنت قصدتها لتمنع نفسك من الذنب، فأنت قصدت عقدها، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخير بين هذه الثلاث، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفت. نعم. ماذا يلزمني في صلاتي إذا كنت مع إمام ونسيت التشهد الأول؟ ماذا يلزمني في صلاتي إذا كنت مع إمام ونسيت التشهد الأول ومرة أخرى نسيت التشهد الأخير، وأنا أعرف أن التشهد الأخير ركن، فماذا أفعل؟ أما بالنسبة للتشهد الأول فإنه يجب عليك سجود السهو، ولكن يتحمله الإمام، اللي يصلي مع الإمام ويحصل عليه سهو يتحمله الإمام، ألا يكون عليه سجود سهو. وأما بالنسبة للسؤال الأخير وهو تركت التشهد الأخير وهو ركن، فهذا بإمكانك أن تأتي به، تعود بعد السلام، تعود في الصلاة وانت جالس وتأتي بالتشهد الأخير تماما، ثم تسلم وتسجد للسهو بعد ذلك. نعم. يقول السائل: إذا صليت وجعلت سرير النوم سترة لي وكانت زوجتي فوق السرير، فهل تبطل الصلاة أو تقطع الصلاة؟ لا حرج في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة معترضة بين يديه صلاة الليل، صلى وعائشة معترضة بين يديه عليه الصلاة والسلام، هذا ما هم مثل المرور، المحرم المرور، أما الإنسان الجالس أو النائم فهذا لا يضر سواء كان رجلا أو امرأة، بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قول السائل: هل يجوز أخذ عمرة لإنسان أو عن إنسان حي قادر ولكنه بعيد عن الديار المقدسة؟ العمرة إنما تكون عن أحد أمرين، إما عن أحد شخصين، إما عن ميت تؤدى عنه العمرة أو الحج، وإما عن إنسان عاجز لا يستطيع المجيء لكبر أو مرض مزمن لا يستطيع. أما الإنسان الحي القوي الذي يقدر على المجيء فهذا لا تؤدى عنه العمرة، أنه لا دليل على ذلك،
لأنه لا دليل على النيابة عن الحي القادر على السفر والمجيء، إنما وردت الأدلة عن الأموات أو عن العاجزين. نعم. يقول: ومن يسكن في جدة من أين يحرم؟ الذي يسكن في جدة أو في بحرة أو في الشرائع التي خارج الأميال أو داخل الأميال، اللي داخل الأميال لا، لكن اللي خارج الأميال كلهم يحرمون من أماكنهم، يحرمون من مساكنهم ومن أماكنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن كان دون ذلك فمهله من أهله أو من حيث أنشأ، يعني نوى. نعم. ويقول السائل: ما حكم التهنئة بغير عيد الفطر وعيد الأضحى؟ التهنئة حتى في عيد الفطر وفي عيد الأضحى ما عليها دليل واضح، والإمام أحمد يقول: أنا لا أبدأ بها ولكن من بدأني بها أجبته، ما عليها دليل واضح. أما التهنئة بغير ذلك من المناسبات هذا لا يجوز، لأنه من الابتداع، خصوصا إذا كان هذا العيد بدعة مثل عيد المولد أو الأعياد المبتدعة. ما في عيد في الإسلام إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر بعد أداء ركن الصيام وعيد الأضحى بعد أداء ركن الحج، وما عدا ذلك فليس هناك أعياد في الإسلام، فهي مبتدعة ولا يجوز التهنئة بها لأن هذا من إقرارها. نعم. يقول السائل: أنا موظف في أحد الدوائر ويأتيني أحيانا خطاب من بعض ولاة الأمر من باب الشفعة لشخص ما في إدخاله العمل. يقول: يأتيني خطاب من بعض ولاة الأمر يشفعون بدخول أو لإدخال شخص في العمل، فهل يجوز لي أن أنفذ تلك الرغبة؟ ولي الأمر إذا كان ولي الأمر هو اللي يدخل ويوظف، هو هذا من صلاحياته، كيف يطلب منك أنت؟ ولي الأمر من صلاحياته أنه يعين ويعزل. فإذا أمرك بهذا معناه أنه تولية له وهو ولي أمر. نعم. يقول السائل: صدمت طفلة وكانت تمشي في الشارع ويبدو أنها قتلت في الحادث. نعم. ما وضح هل هي قتلت، لكن يبدو أنها قتلت في الحادث. نعم. يقول: صدم طفلة في الشارع. نعم. وبعدين ودفع الدية. دفع الدية، هذا دليل على أنها قتلها. نعم. إيه؟ يقول: هل علي صيام شهرين متتابعين؟ بلا شك، من وجبت عليه الدية وجبت عليه الكفارة، فدية مسلمة، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مسلمة، هذه الدية، هذه الكفارة، ودية مسلمة إلى أهله إلا يصل في إلى أن قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فمن وجبت عليه الدية وجبت عليه الكفارة، من وجبت عليه الدية في الخطأ يعني، أما من وجبت عليه الدية في العمد، العمد ليس فيه كفارة، العمد إما قصاص وإما دية ولا فيه كفارة، إنما الكفارة في الخطأ. نعم. يقول: من أراد أن ينكر بلسانه فمنع من ذلك بدعوى عدم إثارة الفتن والفرقة، فما رأيكم؟ إذا منع من ذلك من ولاة الأمور ومن لهم سلطة يكون معذورا، يكون معذورا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، هذا غير مستطيع، ينكره بقلبه، ينكر المنكر بقلبه ويدعو الله بصلاح المجتمع وزوال هذا المنكر، يكثر من الدعاء، هذا الذي يجب عليه. نعم. يقول السائل: أنا حججت فأصبحت في يومي مزدلفة وعلي جنابة،
ولم أستطع الغسل لكثرة الحجاج، فتوضأت وصليت الفجر، وحينما وصلت إلى منى اغتسلت وتوضأت ثم أعدت صلاة الفجر. الحمد لله، ما دام أنك اغتسلت وأعدت الصلاة فحصل المقصود، وقولك أني ما أقدر أغتسل في مزدلفة من كثرة الناس، بإمكانك أنك تستتر وراء شجرة ولا وراء سيارة ولا ظلام الليل ما يشوفك أحد، هذا ما هو بعذر، ما هو بعذر. أو يكون عليك مثلا شيء يستر العورة تغتسل، تجعل إزار الإحرام، الإزار تبقيه عليك وتغتسل وعليك الإزار يستر عورتك، ثم تلبس بعد ذلك تلبس ما يسترك وتغسل أسفل جسمك. المهم أنه ما هو بعذر، هذا ما هو بعذر. تلف على عورك شيء غير مخيط، تلف عليها شيء غير مخيط وتغتسل، ثم تعيد عليك ملابس الإحرام مع وجود ظلام الليل، مع إمكان وجود سيارة أو جدار أو غير ذلك. نعم. يقول السائل: سبقت مني معاصي. لو مثلا تلف إشماغك أو غترك على عورك وتغتسل، تخلع ملابس الإحرام وتلف إشماغك ولا غترك على عورك وتغتسل، والناس لهم يشوفونك ما دام انك ساتر من العوره ما في بس، ثم اذا اغتسلت تلبس ملابس الاحرام وتصلي والحمد لله. نعم. يقول السائل: سبقت مني معاصي، ومنها ما هو متعلق بحقوق لبعض الناس، وانا استحي ان اخبرهم الان بها مع قدرتي على ردها، لان يحصل لي بعض الذل، فماذا افعل؟ لا، الحياة ليس بعذر، ترد المظالم إلى أهلها، والحياة ليس بعذر، لكن إن خشيت أنهم يغضبون عليك أو يترتب مفسدة أكبر، فبإمكانك أنك ترسل لهم الحقوق مع غيرك، يدفعها أو بالبريد أو بأي وسيلة تأتيهم ولا يدرون أنها منك، حاول أنك توصلها إليهم بأي وسيلة، لأن حقوق الخلق ما تسقط إلا إذا سمحوا عنها، إما أن تؤديها إليهم وإما أن يسمحوا عنها، أن تحاول توصيلها إليهم بأي وسيلة مهما استطعت. نعم. يقول السائل: كنت أعمل في بنك ربوي وما زلت، وقد توجهت توجها طيبا نحو الاستقامة، وبحثت عن عمل بديل عن هذا العمل ولكني لم أجد، ولا زلت أبحث، فهل أستمر في عملي في البنك أم أتركه، حيث إنني لدي عائلة أتكفلهم؟ الغالب أن الوظائف كثيرة والأعمال كثيرة والحمد لله، فإذا كان عندك مؤهل وظيفي أو تنتقل بحكم الوظيفة الأولى فإنه يجب عليك ذلك، ولا يجوز لك البقاء في البنك، عليك المحاولة الجادة، وإذا حاولت وصلحت النية يسر الله لك. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما إذا ما وجدت في الوقت الحاضر، فإن كان عندك رصيد وعندك شيء تتعيش منه اترك الوظيفة، لأن عندك ما يغنيك والحمد لله، إلى أن تجد وظيفة مباحة. أما إذا كان ما عندك شيء أصلا، هذا من باب الضرورة والله أعلم، تبقى إلى أن تجد وظيفة وتحاول، يعني ما تقول ما وجدته وتترك البحث، بل تبحث. نعم. يقول السائل: بدأ يظهر العنصر النسائي في التلفاز، وهي كاشفة الوجه واليدين، فما حكم دخول النساء في التلفاز أو ظهورهن في التلفاز؟ كون المرأة كاشفة الوجه واليدين بين الرجال غير المحارم هذا لا يجوز، لا في التلفاز ولا في غيره، ما يجوز ظهور المرأة أمام الرجال كاشفة سافرة لما في ذلك من الفتنة، ويجب على المسلم أن يغض بصره ولا ينظر،
إلى هذا التلفاز لما فيه من الفتن، ومع ذلك تجب مناصحة ولاة الأمور، كتابة لولاة الأمور في هذا المنكر أن يزيلوه، هذا من ما يجب على المسلم. نعم. يقول السائل: إذا صمت أيام البيض ثم أو لكني أفطرت أحد الأيام لعذر شرعي، فهل أقضيه؟ لا، لا يقضى صوم التطوع، لا يقضى، لأنه سنة فات محلها. لكن إن كان قصد الصيام ثلاثة الأيام من كل شهر إنه يصومها من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره. نعم. يقول السائل: عندما يأتي الاختبار أضع لهم أسئلة من القرآن الكريم. عندما يقول، يعني ملخص السؤال أنه يضع أسئلة إكمال الفراغات للآيات. إكمال؟ إكمال الفراغات للآيات، فهل هذا صحيح ولا؟ لا بأس به، من باب الاختبار لا بأس به. نعم، لأن هذا من باب الاختبار، تعليم القرآن، هذا من تعليم القرآن. نعم. يقول السائل: ما رأيكم في الاسم المنتشر عند بعض الناس وهو غرم الله؟ والله هذا سئلت عنه في غير هذا المكان. أنا ما أعرف معنى غرم الله. إيش معنى غرم الله؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إيش معنى غرم الله؟ إذا عرفنا المعنى عرفنا الحكم. تجنبه على كل حال، تجنبه أحسن. عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، ضيف الله إلى آخره، اسماء ما فيها اشتباه. نعم. هل الله يغرم؟ إذا كان قصده أن غرم الله، أن الله غرمه وأن الله يغرم، هذا لا يجوز. نعم. غرم يسميه خلف الله، بدل غرم الله يسميه خلف الله أو عطاء الله. أي ما هو بهاللفظ هذا، ما هو الخلف، ما هو بغرم. الغرم معناه تغرم واحد، تغرم واحد عن شيء أتلفه عليك، أنت تغرم الله، ما يجوز اللفظ هذا، لا يجوز. فيأتي بلفظ ما فيه إشكال، ضيف الله، عطى الله، عبد الله، هكذا. نعم. يقول السائل: هل في السيارة زكاة وذهب الزوجة الملبوس والبيت المستأجر؟ كل هذه الأمور إذا كانت للاستعمال فليس فيها زكاة. البيت الذي للاستعمال والسكنة أو التأجير، وكذلك السيارة التي للركوب أو للتأجير، ليس في هذه الأشياء زكاة. لكن الذي يؤجر تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. وأما الحلي، حلي المرأة الذي تلبسه، هذا محل خلاف بين أهل العلم. بعضهم وهم الجمهور يرون أنه لا زكاة فيه، لأنه ليس للنماء والتجارة، وإنما هو للاستعمال واللباس، فليس فيه زكاة. ويرى طائفة من العلماء وجوب الزكاة فيه للعمومات. على كل حال، من زكاه فهو أحوط وأبرى للذمة، خروجا من الخلاف. نعم. يقول السائل: ما حكم تزويج الروافض والتزوج منهم؟ عندنا قاعدة، هو أن كل من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام لا يزوج، من أي صنف كان. أن ارتكب ناقضا، كان يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يستعمل السحر أو يستهزي بشيء من الدين أو يشك في أمور الدين، هذا لا يزوج لأنه مرتد. نعم. يقول السائل: أو يشك في القرآن، أو يقول القرآن فيه زيادة أو فيه نقصان، هذا كافر، كافر بالله عز وجل. نعم. يقول السائل: امرأة حملت ووضعت وبعد النفاس جاءتها الدورة الشهرية،
وبعدها طهرت ولكن ينزل لها ماء أصفر أو منها ماء أصفر، فهل تصلي أم ماذا؟ النفاس ما تصلي، وكذلك في الدورة الشهرية التي بعد النفاس ما تصلي. أما الصفرة التي تحصل بعد انتهاء العادة هذه لا يلتفت إليها، تصلي. قول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم. يقول سائل: توفي أبي ولديه مزرعة كبيرة وأخذ الكثير من الأراضي وأحياها. يقول: أخذ كثيرا من الأراضي وأحياها رغم كثرة الشكاوي عليه من المواطنين، وهو يقول: الأرض أحييتها فهي لي، فماذا علي بعد أن توفي الوالد؟ هذه ترجع إلى المحاكم، ترجع إلى المحاكم. إذا ثبتت ملكيتها لوالدك بأي نوع من أسباب التملك فهي له، وإذا لم يثبت له ملكية عليها إنها لا تحل لكم. راجعون في هذا المحاكم، المحاكم عندها النظر في هذه الأمور. نعم. يقول السائل: أفطرت عدة سنوات، عد 3 سنوات بدون عذر، وهداني الله، فماذا أفعل والصوم يشق علي؟ إذا كان في تركه الصيام يصلي ولم يترك الصلاة يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء 3 أشهر. أما إذا كان مع ترك الصلاة لا يصلي، تارك للصلاة تعمدا، فهذا يجب عليه التوبة والدخول في الإسلام من جديد، لأن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، ولا يصح صومه ولو صام ما دام يترك الصلاة متعمدا. فعليه التوبة إلى الله والتزام القيام بأركان الإسلام من جديد. أما إذا كان في فترة تركه للصيام لم يترك الصلاة، هذا مسلم، مسلم ترك صيام، يجب عليه قضاؤه. نعم. شكر الله فضيلة الشيخ جهده ولكم حسن الاستماع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض.